نعم سيدي صالح، تؤمر سيدي الكتيبة والقائد نائب القائد وأيضا أصحاب حتى تخبرون نزول اسم الكامل على مهتم الرقي إلى رتبة تعريف. تؤمر أمر سيدي. تؤمر أمر سيدي الأحباصي. سيدي سيدي إذا أطلب طلب آخر ولو كثرت الطلب آخر. عندي أخويا يداوم فرقة 16. يعني تقدر تسوي يعني على مود شو اسمه تفريع. والله سيدي ما أعرف عن الأفواج القريبة هنا، بس إذا تقدر يعني على مود تفريق يعني بالشويس. بارك الله بك سيد. بارك الله بك سيد. سيد هذا الاحتياجات اللي طلبتها. والله سيدي كلهم ما قصروا، آمر كتيبتي ما مقصر وياي حيل. سيدان تسلم تسلم بارك الله بك سيد. انا كلهم ما مقصرين، الفرقه كلها ما مقصره وياي، امر كتيبتي ما قصروا يعني ابذلوا كل جهدهم وياي، وهذا كل يقدرون عليه. كل اللي يسوي قليل قليل بما فقدت وما قدمت للوطن. والله الحمد لله الحمد لله والشكر، هذا كله فدوى لهالوطن هذا. وبعد انت يعني تعرف عندي صار عندي بتر اصبع وعندي عوق اصبع وعيون اثنين، واقول كل فدوى لهالوطن هذا. راح افرغ اخوك لك حتى يتدايج. تسلم بارك الله بك سيدي. اللجنه الطبيه راح تجي، موضوع العلاج الفلوس اخذ من فضلك السيد الوزير. بارك شغلتك ايش تحتاج انا حاضر. بارك الله بك. نعم سيدي تومر. بارك الله بك سيدي. بارك الله بك. بس اللي اسم الكامل عمود الترقيه واسمه ابوه حتى انقله وفرغه. تؤمر سيدي وراح ادز لك اقرب وحده الى ال 51 سيدي تؤمر. الله يبارك فيك.